درس جديد على قناة كيمتش تكنولوجي. النهاردة هنشرح برنامج الإيسبان. طبعا احنا شرحناه قبل كده. البرنامج ده فكرته انه بيفك لك حماية المعالج، وفي نفس الوقت بيحتوي على برنامج الاس بي فلاش تول اللي بتقدر تفلش بيه اي فلاش سكاتر لاي هاتف بمعالج ام تي كي. طبعا قبل كده شرحنا درسين ازاي تقدر تفك المعالج او تفلش اي فلاش سكاتر لمعالج ام تي كي او هاتف بمعالج ام تي كي. هتلاقوا طبعا الشرحات في دورة سوفت وير على القناة. طبعا شرحنا برنامج الاس بين وكل الخصائص بتاعته، طبعا الاصدار القديم هتلاقوه برده في دورة هتظهر فوق، اضافت بعض الادوات الجديده او بعض التحديثات للبرنامج. فهنشوف دلوقتي البرنامج ده مع بعض. نعمل فك الضغط، لازم اكد المعلومه تاني، لو انت عندك اي ديفندر شغال على الجهاز تقفله، لان طبعا البرنامج ده لحد ما هو مفيش اي حاجه، لكن ممكن يعتبروا الويندوز عندك انه ده بيسبب خطوره على الجهاز، فيفضل تعمل ايقاف للانتي فايروس اللي عندك. طبعا البرنامج زي ما انتم شايفين 1.0.3.8، ندوس نيكست. طبعا هندوس على كلمة فينيش. كده احنا انتهينا من مرحلة التنصيب. دي البرنامج او واجهة البرنامج، هندوس عليه كلكتين. طبعا زي ما انتم شايفين SPON Another Security Pay Base Unlock. طبعا البرنامج ده شرحته قبل كده، زي ما قلت هتلاقوا الشرح بتاعه في دورة التشغيل على القناة او في الدرجة اللي تظهر فوق. البرنامج قوي جدا، يتميز بمميزات كتيرة جدا. طبعا اول حاجة بتقدر تفك من خلاله حماية المعالج عشان تقدر تعمل فورمات للهاتف او تفلش فلاش سكاتر للهاتف بتاعك بمعالج MTK. فدي اول ميزه للبرنامج، انك بتقدر تفك حمايه المعالج عن طريق الخيار اللي هو الاي اس بي باس. تاني حاجه مدموج مع الاس بي فلاش تول، يعني تقدر تفلش اي فلاش سكاتر انت عايزها على البرنامج ده. تالت حاجه بيقدر يطلع لك الادريسز اللي موجود جوه الفلاش عشان برضو تقدر تعمل فورمات للهاتف وتخش الباسورد لو انت نسيت الباسورد بتاع الهاتف بتاعك. وده طبعا كله شرحته في برضو في درس قبل كده، تلفوا درجه تظهر فوق. فزي ما انتم شايفين برنامج بيضيف اكتر من خاصيه في برنامج واحد، يعني مش هتاخد معاك مساحه كبيره جدا، وفي نفس الوقت هتلاقي خصائص انت محتاجها كلها في برنامج واحد. برضه في خصائص تانية هنبتدي نذكرها مع بعض في الشرح، منها انه بيقدر يعمل لك ديسيبل للمي اكونت وغيرها من المميزات هنشرحها. اول حاجه هنروح للانلوك فورمات مانوال. اول حاجه بتبتدي تدرج الفلاش السكاتر بتاعتك والبرنامج الاضافي اللي هو الايوس. زي ما انتم شايفين بعد كده بتلاقي الخصائص دي اتفعلت. طبعا اول حاجه الريز يوزر داتا، من خلالها بتقدر تاخد الادرسز اللي انت برضو بتحتاجه عشان تعمل فورمات للهاتف وتلغي الباسورد. تقدر تعمل تخطي للاف ار بي او للحمايه بتاع الهاتف. بعد ما تختار اي خيار من دول بتدوس على الهاتف اللي على علامه القفل ده، وطبعا تكون موصل الهاتف بتاعك. برضو ما تنساش قبل اي حاجه من الخيارات دي بتكون فكك حمايه المعالج عن طريق اللي هو الاي اس بي باس، او برضو في برنامج شرحته الام سي تي هتلاقوه برضو في الدرجه اللي هتظهر فوق. بعد كده عندنا الخصائص اللي هي إضافية في وضع المتطور الـ ADB. تقدر تجيب معلومات للهاتف أو تعمل disable للمي أكاونت أو ريلوك للمي أكاونت اللي هو الفيكس للأخطاء اللي بتحصل في الحساب أثناء التسجيل، أو بتعمل formatted للهاتف أو برضه ريموف اوف ار بي، أو تعمل إعادة تشغيل للهاتف أو تعمل إيقاف للتحديثات. بس هنا بيخص ريلمي مش شاومي، هتلاقي كل الحاجات دي كانت بتخص شاومي لكن هنا بيخص هاتف ريلمي. ممكن تعمل disable للتحديثات أو enable. بعد ما بتختار أي خيار من دول تكون في وضع المتطور، دوس على شكل علامة الأندرويد ده. تاني حاجة معانا هتكون الانلوك باي براند. عندك تختار البراند اول حاجة الشاومي، بعد كده بتختار الهاتف بتاعك لو موجود من ضمن الهواتف دي، مثلا البوكو سي 3. هتعمل فورماتد او ريموف ار بي او ريموف للمي كلاود، ده بالنسبة للشاومي. اوبو وريلمي هتختار طبعا اي براند من دول، زي ما انتم شايفين الاي 9 والاي 1 كي والاي 5 اس. تعمل فورمات او ريموف اوف ار بي. بالنسبة للفيفو برضه هتلاقي على فكره نفس النظام اللي هو الريموف اوف ار بي او ريموف انلوك او فورماتد انلوك، يعني بيعمل فورمات او يعمل تخطي للاف ار بي. بعد كده للانفينكس هنلاقي الانفينكس برضه الفورمات والريموف اوف ار بي. هنروح للتكنو، ودي برضه يعني لو تلاحظوا بدايه من الفيفو والانفينكس والتكنو دول ما كانوش موجودين في الاصدارات اللي فاتت، برضه ريموف والاف ار بي والفورمات والانلوك. نيجي عند اخر حاجه اللي هي الفلاشنج، ودي برضه اضافه جديده بتاخد للفلاش السكاتر بتاعتك والملف الإضافي لو وجد في الفلاشة. بعد كده
هتلاقي الفلاشة بتاعتك اتفكت هنا وكل الملفات الموجودة هنا ومدرجة عندك في البرنامج. مجرد ما بتوصل الهاتف بتفك حماية المعالج، بتبدأ تدوس على شكل العلامة دي اللي هو ستارت فلاشنج، هيبتدي مباشرة يفلش معاك الفلاشة الاسكاتر من غير أي مشاكل. طب أنا مثلا مش حابب واجهة البرنامج ده وعايز أتعامل عادي بالاس بي فلاش، هتلاقي مدموج مع البرنامج هنا الاس بي فلاش تول، هتدوس ران اس بي اف تي وتختار آخر إصدار أو إصدار يعجبك. طبعا هتلاقوا الاس بي فلاش فتح معانا، تقدر تفلش الفلاش اسكاتر زي ما انت عايز، وملف طبعا الدي اللي انا ذكرته قبل كده. ممكن تاخد ملف الدي اللي موجود اصلا في مصدر البرنامج. طبعا هتقول لي ازاي، هنروح للبرنامج كليك يمين اوبن فايل لوكيشن، هنروح للام تي كي فلاش تول، هنلاقي ملف الدي اي موجود اصلا في البرنامج هنا، فممكن ناخد زي كده مصدر الملف. هتاخد ملف الدي اي وتدوس اوبن، ده ملف الدي اي المستخدم لو انت عايز تستخدم يعني ملف الدي اي الخاص بالبرنامج نفسه اللي هو الانذر سكرتري بي باس، وتقدر تستخدم الاس بي فلاش من غير اي مشاكل. لكن انا برضو بفضل تفلش عن طريق الاس بي، تقدر تفلش عن طريق الاس بي ان نفسه، ملف الدي اللي هو اول ان وان موجود اصلا في البرنامج، فيعني انت مش هتحتاج تفتح الاس بي فلاش. لكن لو انت من محبين واجهه الاس بي فلاش وعايز تستعمله برضو مدموج في البرنامج مش هيجيب لك اي مشاكل. طبعا دي الخصائص اللي موجوده معانا، تقدر تفك حمايه المعالج، تقدر تعمل انلوك للاف ار بي او تعمل فورماتد للهاتف وتخش الباسورد لو انت نسيته، تقدر تجيب الادريسز بتاع الهاتف بتاعك عشان تستخدم الاس بي فلاش برضه عشان تعمل فورمات للهاتف او ريموف اف ار بي، تقدر برضه تفلش الفلاش الاسكاتر اللي انت عايزها باي اصدار عن طريق البرنامج ده نفسه. فان برنامج بيضم لك حاجات كتيره جدا في برنامج واحد، هيوفر عليك مساحه ووقت، وطبعا برنامج مميز جدا. طبعا ده كان شرح النهارده، ولو استفدت معانا في الشرح ما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب.